النهاردة معايا في فيديو جديد هننفذ فيه الصينية الدائرية دي بغرزة مختلفة. احنا عملنا صينية قبل كده دائرية برضو في فيديو سابق، والكوسترات دي نفذناها برضو في فيديو من كام يوم في فيديو منفصل. الصينية النهاردة بغرزة مختلفة هوريكو. استعملت نفس خيط السلسلة، ده شكله، دي الورقة الماركة بتاعته. واستعملت ابرتين، ابرة مقاس 3 وابرة مقاس 3.5. الاول سطر بس في الفتحات، بنستخدم الابرة الاكبر وبعد كده بكمل بالاصغر. والطارة الخشب اللي عليها الديزاين. في البداية بسيب كمية خيط كده، يعني حوالي 2 متر كده بسيبهم، وابتدي اشتغل في الفتحات بتاعتي. غرزة حشو بتاعت البداية. في الفتحات دي انا هعمل غرزتين حشو وبعدين غرزة. طريقة التزايد هنا مختلفة شوية عن الفيديو الفات، لان الغرزة دي فيها ميل شوية وحسيت ان يعني ممكن توسع، فخلتها ايه غرزتين وغرزة. ده الخيط اللي هو الزيادة اللي هنسيبه، واهو بكمل غرزتين غرزة. وبعدين دي هنا في الفتحة دي هعمل غرزتين، وبفكركم ناخد بالنا من اتجاه غرزة الحشو. دي الطريقة السليمة، الف من الناحية دي واطلع عشان حرف الفي يبقى سليم. هنا 2، هنا هعمل غرزة. احنا نفذنا البداية دي مع بعض في فيديوهين قبل كده. هنا هنفذ غرزتين في الفتحة دي، يبقى همشي 2 1 2 1. مرة غرزتين مرة غرزة، بنكمل الصف دوت بداية بتاعتي. خلصته، وده الطرف الخيط اللي قلتلكو هنسيبه اللي هو بعمل بيه السلسلة اللي بقفل بيها الفتحات، بسحبه من ورا معايا وبعدين بخرجه كله. خلاص سحبته من الظهر، واخلي صورة الصينية معدولة ليا، وابتدي بالابرة الارفع ادخل اعمل سلسلة او يعني غرزة منزلقة في الفتحات. احنا عملناها برضو بالتفصيل في فيديو الصينية والكوستر قبل كده، هفكركم بس بيها وبعدين نرجع تاني لخطوات تكملة الصينية الرئيسية بتاعتنا. هنكمل كل الصف لحد ما اقفل الفتحات بالسلسلة، ان هي في الصينية بتخلي شكلها حلو قوي ومش بتأثر على الحجمة. خلاص هكملهم. هسرع انا واخلص الخطوة دي انها متكررة ونرجع للصينية. حبيت اوريكم دلوقتي القفلة بتاعت اول دور، اللي هي طريقة قفل غرز الحشو. بحط الابرة في الاتجاه التاني تحت الغرزتين حرف الفي اللي بالعرض، وبسحب الخيط وبدخل تحت في منتصف حرف الفي، وامسك الطرف معايا واسحب لفة واطلع من الفي الاولانية. واسحب باول غرزة حشو في السطر الجديد. همشي كل غرزة اعمل فيها برضو غرزة حشو. الصف ده كله غرز حشو عادية جدا في كل غرزة تقابلني.
وبدخل في منتصف الغرز. بكمل غرز حشو، وبعد الصينية شوية كده ويبتدي الشغل يدخل إلى الداخل شوية. خلصت أول سطر، وبرضو هوريكم القفلة في أول سطر. دي أنا هتختلف اختلاف بسيط. المهم بقى احط الإبرة برضو في الاتجاه التاني تحت الحرف الفي اللي بالعرض، وأنقل الخيط واسحبه وبدخل مش في منتصف حرف الفي، بدخل ولا هنا ولا في المنتصف، بدخل تحتيه لاني هكمل بغرز حشو عميقة. فالنهاية بتبقى على حسب انتي طالعة غرز سطر جديد بغرزة ايه، عشان تبقى يعني المبتدئين يفهموا التكنيك بيختلف ليه كل مرة، ليه كل مرة بنقفل بطريقة مختلفة، عشان على حسب انتي طالعة السطر الجديد بغرزة ايه. فدي اسمها حشو عميق، اللي هي تحت الفي في نفس المكان اللي عملت فيه اول غرزة حشو عميق. هعمل واحدة تاني في نفس المكان اللي هو تحت الفي، والإبرة تخرج من المنتصف من ورا كده وأسحب عندي 2 اهو حشو عميق. هسيب واحدة وهدخل كمان في اللي وراها، هسيب غرزة حشو من الصف اللي فات وهعمل كمان غرزة حشو عميق تاني. يبقى عملت 2 وسبت واحدة، وهدخل تاني اعمل التانية جنب الاولانية في نفس الغرزة 2 حشو عميق تاني. يبقى بعمل 2 حشو عميق واسيب غرزة ما عملش فيها حاجة، ما عملش فيها حاجة، وبعدين ادخل في اللي وراها اعمل 2 حشو عميق تاني. دي حشو عميق تاني اول واحدة، وبعدين نفسها تاني ادخل اعمل واحدة حشو عميق تاني. واسيب اللي وراها والشغل اهو يدخل للداخل كده، واسيب اللي وراها وادخل في اللي بعدها واسحب بنفس الاتجاه اللي قلت لكم تاخدوا بالكم منه، اللي بيطلع غرزة الحشو مظبوطة. تاني واحدة يبقى 2 واسيب واحدة، اسيب واحدة ما عملش فيها حاجة، وبعدين غرزة فيها 2 حشو عميق. بكمل كله برضو الصف ده، وبعدين هوريكو الدور ده هنقفله ازاي، عشان هو اللي هنكمل بيه التسلسل بتاعنا. انا بس في اخر غرزة في نهاية الصف بلاقي عندي 2 حشو عميق، واللي وراهم اسيبها واللي وراها 2، يبقى انا كده ماشية صح، 2 فاضي 2. طيب هنهي ازاي وهنكمل كل دور هنقفله بالطريقة دي، مش هنمشي فيها حلزوني الصينية دي، هنقفل القفلة دي برضو. بحط الخيط في الاتجاه التاني والإبرة في الاتجاه التاني واسحبها وامسكها، وبعدين انا عندي دي فيها 2 حشو عميق. طيب عندي كل واحدة بضلعين، ادي 2 والاتنين بتوع التانية، ادخل عند جنب الضلع الرابع في المنتصف واخد لفة وادخل في الحلقة اللي انا كنت ماسكاها. يبقى انا
الإبرة دخلت في الضلع الرابع بتاع الزاوية بتاع الغرزة التانية للحشو العميق، وأعمل غرزة حشو بس الحشو في منتصف الغرزة. تاني هعمل ايه؟ هعمل اتنين، ما دي التانية بقى. يبقى دي بداية الدور الجديد، اللي هو اتنين حشو في الغرزة العميقة من ال او ده الضلع الرابع، شايفينه؟ واحد اتنين تلاتة أربعة، وبدخل والإبرة تطلع من منتصف الغرزة من ورا اهي، نتأكد. وألف الخيط بتاعي وهعمل اتنين حشو وراها لكو تاني اهو، ندخل لف واحافظ على التنشن، على شدة مستوى الخيط بتاعي عشان يطلع، يعني تطلع الصينية متماسكة، كل الغرز تكون مقاسات واحدة. هنا برضو ادي اول اتنين حشو، التالتة ادخل جنب الرابع، جنب رابع ضلع نعمل اتنين على طول، مفيش اي فراغات بينهم ولا سلاسل ولا حاجة تلخبط. هفضل مكملة اتنينات اتنينات في اخر حتة في بجوار الضلع الرابع بتاع غرزة الحشو، بنكمل على طول ونكمل كل الأدوار بالقفلة اللي وريتها لكم، ونشتغل في الصينية شوية وأوريكو هنعمل ايه تاني. تاني الغرزة عشان نتأكد ان هي دي اللي ماشيين عليها. هكمل انا شوية اهو، ارتفعت هنا حوالي 6 سطور، هكمل السابع معاكو، دول حوالي 6 سطور. شايفين متماسكة ازاي؟ ولا مطبقة ولا بالعكس، يعني جامدة، والحرف حتى لسه ما تعملش عليه شغل النهاية ومتماسك. انا هنا في نهاية السطر السادس، نفس اللي عملناه تحت اهو، بوريه معاكم في الادوار المرتفعة. دي اخر غرزة في الدور، بعمل الاتنين بتوعي ونفس القفلة اللي قلتها لكم هنعملها هنا برضو اهو. هدخل تحت الفي اللي بالعرض من الاتجاه التاني، واشد الخيط على الابرة واخرج بيه، واقرب بقى، اشده جامد شوية كده، اقرب الغرز على بعضها وامسكه في ايدي عشان ما يفلتش. وبعدين بدخل برضو في الزاوية اللي هي بتاعت الغرزة التانية جنب الضلع الرابع بتاعها، واسحب الخيط واخد الحلقة اللي انا سايباها والف الخيط واطلع بأول غرزة حشو للصف الجديد. هنعمل جنبها التانية، الغرزة التانية في نفس المكان، هو نفس التكرار اللي انا بكمل عليه. هكمل الغرزة التانية ونفس الشيء، يبقى ده الصف السابع، هطلع هكمله كله شغل. اعمل الاتنين تاني اهو، الابرة طالعة من ورا. كل المراحل لازم اتأكد انا ماشية صح. بكمل نفس التسلسل.
طيب هنا انا انتهيت خلاص من الدور الاخير. هوريكم هقفله ازاي. بنقل الابرة برضو في الاتجاه التاني من الفتحتين دول، الفي الاولانية اللي بتقابلني بالعرض. انا هعمل على اخر دور بنعمل غرزة المنزلقة على داير ما يدور السطر الاخير كله، فهقفل بمنزلقة نهاية الصف. اهو نقلت الخيط وامسكه وهدخل تحت الخيط اللي بالعرض، وبعدين في الحلقة اللي معايا واعمل لفة واخرج كده اتقفل بالمنزلقة. هدخل على طول في اللي جنبها، افضل ماشي عليهم كلهم بقى ايه حلقات منزلقة، غرزة منزلقة اهي. ادي كده اول واحدة، التانية بتدي فينش حلو للحرف بتاعي، واكمل برضو كله للاخر. زي ما قلت لكم انا حاطه يعني كل الخطوات اللي نفذناها، وممكن بقيت تفصيلاتها في الفيديو التاني زي قفلنا الفينش بتاع الصينيه. برضو دي تذكره لتركيب يد الصينيه بغرزه حرف اكس كده في الاربع فتحات دول. في يد جلد بيبقى فيها اكتر من اربع فتحات، فيها بيبقى فيها 8 او 6. دي برضو يعني اختصار كده ان انا ازاي بركب واثبت الايد، ووريتكم برضو ازاي اظبط الايدين في نص الصينية بالظبط من الجهتين. فانا بإبرة التنظيف بحط جزء من الخيط اللي اشتغلت بيه وادخل من جوه لبره، واثبت اليد الجلد زي تركيب الزرار كده حرف اكس، ادخل من جوه واطلع من بره، واعمل على طول اول ضلع الحرف الاكس. ونفس الخطوات اللي بنعملها في حرف اليد الأولى بعملها في حرف اليد الثانية. برجع أعمل الطرف الثاني هنا في الغرزة دي، ويتأكد إن الخيط اتشد كويس. والطرفين بتوع الخيط بيبقوا في ظهر الصينية من الداخل. بعمل ربطة كده بربطهم جامد ومش بيبانوا، وبنضف حرفين الخيط دول بطريقة التنظيف العادية، واليد التانية بثبتها. وبكده بتكون خلصت خطوات الصينية. اتمنى انها تكون عجبتكم، وياريت اللي بيشوفوني اول مرة يشرفوني ويشتركوا في القناة، واللي عجبوا الفيديو ما ينساش يضغط على لايك وشير وتفعيل الجرس، لان تفعيل الجرس بيخلي في اشعارات تيجي بالفيديوهات الجديدة. شكرا لمشاهدتكم وقتكم، واشوفكم في فيديوهات تانية كتير.